بعد ما اكتشفت الورم بالكشف الذاتي النفسي ذهبت إلى الطبيب وكلمته قلت له أنا أحس بورم، فعلى طول أمر لي بأشعة، أشعة الماموجرام وتحاليل. فعملت الأشعة، مجرد إني عملت الأشعة اكتشفوا المرض. فطبعا كان وقعها علي جدا مؤلم، يعني إنه سرطان إنه موت. في الأول تعديت مرحلة الكيماو ولله الحمد، مجرد إني ما انتهيت يعني انتهى تأثيره والشعر وكله، جات مرحلة ثانية اللي هي الإشعاع طبعا مؤلمة، هي كانت هذه أقصى مرحلتين في العلاج بالنسبة لمرضى السرطان. والحمد لله بفضل اللي كانوا حولي من صديقات وأهل وأخوان وزوج أتعديتها يعني بسلام. بعد كده صاروا من باب الاطمئنان يعني يعملوا لي تحاليل كل بعد فترة، لغاية صار قالوا لي سنة خلاص ما عاد نشوف وجهي. قلت لهم ليه؟ قالوا إيش تبغي ترجعي؟ خلاص كده أنت انتهيتي ملفك وتقفل الملف، ما نشوفك إلا مرة في السنة. كوني قوية، كوني قوية، كوني قوية لنفسك، أنت أدي إيجابية، لا تستمعي للسلبيات. اتطورت أساليب العلاج وأصبح لا يؤثر فيك شيء، وإنه استؤصل جزء منك. الطب تقدم في عمليات تجميلية، حتى في بدائل اللي هي من الملابس الداخلية ممكن إنها تغني عن ذلك لغاية فترة إنها تنعمل لك عملية التجميل.